أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل ممكن أن يكتب شخص شقي ثم بعد ذلك سعيد وجزاكم الله خيرا؟ هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا راجع إلى الله، أن الإنسان إذا عمل الطاعات وأحسن فإن الله يكتبه في السعداء، وأما إذا ترك الطاعات عن قصد وهو قادر عليها فإن الله ييسره للنار، كما سبق في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان لا يتكل على القدر ويقول العمل ليس فيه فائدة ما دام قدر، لا، لا يتكل على القدر، ولكن يعمل وهو يستطيع أن يعمل، فهو لا يسأل عن القدر وإنما يسأل عن نفسه وعن قدرته. الذين يشتغلون بالقدر ويجادلون فيه هؤلاء فيهم شبه من المعتزلة. الإنسان لا يجادل، يؤمن به ويعتقده لكن لا يجادل فيه ولا يقول لماذا ولماذا، يتجه إلى العمل والتوبة، وهو يقدر على العمل، فكيف يترك العمل ويجادل في القدر؟ القدر هذا من شأن الله، والعمل هذا من شأنك أنت، فاشتغل بما هو من شأنك وما كلفت به. نعم.